مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، احنا مع حضراتكم في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة، قرية أم صابر التابعة لمركز بدر. شهدت جريمة قتل شنعاء، تاجر دهس مواطن بالسيارة على مرأى ومسمع من الأهالي. معنا أهل الضحية، هنعرف منهم تفاصيل الواقعة. تعرف حضرتك؟ أنا اسمه طارق ندعي الخليل الشهير بطارق الكسار. حضرتك أخو المرحوم، أخو عمرو الكسار. بقاء لله ونعم بالله. بستأذن حضرتك تحكي لنا إيه اللي حصل من البداية. والله اللي حصل لا يرضي مسيح ولا يرضي يهود ولا يرضي حتى أي ملة من الأديان. اللي حصل ان الاخ عبد حفيظ شايل بعباده ده راجل تاجر في فراوله وعنده ثلاجات، وده كان من مفيش، ربنا اداله قرشين افترى. حصل ان عمرو اخويا عنده محل منظفات، ابنه واقف فيه، عبد حفيظ اللي هو شايل بعبادة عنده عيل عمره 15 16 سنة، بيديله عربية يلعب بيها في وسط الكهرباء دي اللي بقى صلعة جنونية، لأن الطفل مش عارف حاجة. فبيمشي في الشارع العمومي اللي هو فيه المحلات اللي فيه الناس رايحة جاية، ويقف قصاد المحلات ويفرق بالعربية، يرمي زلط ورمل على المحلات. أخويا عمرو كلمه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واخدة بالك؟ ما استجابش، وزق عليه ناس اهل خير برضه عشان يكلموه، مفيش فايدة، اللي هو الناس المأذية زيه. فجاله هو واحد اللي هو عبادة ومعاه عماد ابو الحديد، يعني الراجل ده يعتبر بودجارد بتاعه يعني. قالوا راح له المحل، فنزل سب وشتم وبتاع، قال له انزل افهم الموضوع ابنك الاول وهتغاضى عن الشتيمه اللي انت عملتها. الاخ العماد اللي معاه نزل يضربه في وشه، فقال له لا كده انا هتصل بالحكومه هي تجيب لي حقي. هو طبعا جه راكب عربيته الباشا ورجع بقى متر ورا وادى السرعه بتاعته، راح واخده في وش العربيه ابنه الاول، فهو زق ابنه فده ابنه وراح ماسك في العربيه، كان واخده يجي 50 متر وعدى عليه وقع في الارض شمال ويمين بالعربيه. لما وقع في الارض لما العربيه لفت منه في حيطه وهو داس عليه اول مره، ورجع عليه تاني مره داس عليه، وتالت مره عدى عليه تاني، ثلاث مرات. بعد كده جرب العربيه وقف بره ورجع بشومه، قال يعني ايه الراجل هيكمل عليه. طبعا الواقعة دي حصلت قدام شباب كتير من القرية، مش هقدر اقول لهم واجملهم مطوق في رقبتي. قالوا شهادة الحق اللي حصل، انا مش طالب من ربنا يعني غير القصاص، مش حق اخويا حق عياله اللي هي، لان ده راجل ارزوقي لا بياخد معاش ولا هو موظف، وصوت عايز اوصله للرئيس نفسه، انا صوتي نفسي عاوز اوصله للرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول الناس اللي هي ديت ربنا ده افترت على الناس، الناس اللي قال على يدسوهم بالعربيات. فبقول غتونا، الناس المسؤوله الكبيره فوق بقول لهم غتونا من هذه النوعيه اللي هي افترت على الخلق. غتونا يا ناس، يا اما هنبقى في غابه كده، هنبقى في غابه، الضعيف ملوش مكان. اللي بيجري عليهم متعيشوا برضه ماليش مكان. المكان بقى بتاع الحراميه النهارده اللي زي عباده ده، لانه كان شيء ودلوقتي راجل ده الحاكم بامره. حضرتك يعني كمان شقيق الضحيه رحمه الله عليه،
طيب كلمنا عنه، هو كان يعني سنه قد ايه؟ عنده سنه 50 سنة، راجل محترم وفي حاله. عنده 4 أولاد. عنده 4 أولاد وفي محله، رايح جاي. عنده ابنه 15 سنة، طفل بيفرق بعربية وبيركب عربية. أخويا والناس كلموه مرة واثنين وثلاثة، راح له عند محله ومعاه واحد اسمه عماد. بدأوا معاه المشكلة. أخويا قال له أنا مش همشي غير لما تيجي الحكومة. عماد ده نزل ضربه في وشه الأول، هو التاني رجع بالعربية ورا وقام خبط أخويا. أخويا مسك في العربية بيفادي ابنه، لأن ابنه كان قدام العربية. لما بيفادي ابنه عبادة ضربه بالعربية، لما ضربه بالعربية وقعه رجع لورا. لما رجع لورا تاني حوالي جمت قام شايته تاني بالعربية وقام رجع عليه. الكلام ده في ثانية إلا ثانية. ولما ضربه بالعربية مشي بأقوال الناس اللي شافت الواقع، رجع جاب شومة تاني وجايله تاني. لما الناس شالت أخويا وجريت هو جري. فطبعا احنا طالبين من ربنا عدل ربنا، القصاص، وصوت ما يوصل لأي حد في الدولة، ودولتنا عدلة وهجيب حق أخويا إن شاء الله. وللعلم أبناء الضحية، للعلم يعني، بس ما برضو الأخ عبد الجليل ده راجل كان صديقه، كان ضابط شرطة، هو عجبوش الوضع وجيله وراه مسكه ضربه بالقلم. عبد المنعم، كابتن عبد المنعم. أبناء الضحية رحمة الله عليه، أنت شفت الواقعة؟ عندك أي إضافة غير اللي عمك قاله؟ لا، هو اللي حصل بس، بس اللي حصل. أنت ابنه الأكبر؟ أه. طيب يعني عايز تقول إيه؟ أنا مش عايز أقول حاجة، أنا بس أنا عايز، إحنا ماشيين زي ما الحكومة قالت ومش هنعمل أي حاجة، إحنا ماشيين ورا القانون فقط. ويا رب يعني الحكومة تجيب حقنا، لأن أنا مش هرضى إلا غير حقنا هو اللي يجي، لأن أنا تأذيت نفسيا بصراحة. إحنا عايزين عدل ربنا بس، زي ما مات التاني يموت بحق الحكومة. لا، عايزين قضاء ربنا. قضاء ربنا. اللي يريده ربنا. إحنا واثقين في إن حضراتكم ما أقمتوش عزاء. لا، إحنا واثقين في القضاء المصري. إن شاء الله لما يتحكم علينا نبقى ناخد عزاء. مفيش. إحنا راضيين بقضاء ربنا. والقضاء نفسه هو اللي هيجيب حقنا، وعارفين ان هم مش هيتنازلوا ومش هيرضيهم، لان اللي حصل لنا ده لو ما خدناش حقنا فيه بكره هيحصل مع غير وغيره. ورجاء زي ما قلت لك البقاء لله. الصبر. مرات المتوفى، مرات حضرتك جايه دي، ابنك الصغير. متابعينا، كنا في بث مباشر مع حضراتكم مع أهل عمرو من قرية أم صابر التابعة لمركز بدر. عمرو يعني اتقتل على إيد تاجر دهسه بالسيارة على مرأة ومسمع من الأهالي. شكرا لحسن.